les comités électoraux de base, بكلهم يسميهم يعرضهم الوالي. الوالي والوالي ولكن الوالي عنده وظيفة أقوى من وظيفة الوزير. الوزراء مش الوزير الداخلية لا. الوزراء الآخرين الكل أقوى منهم الوالي. علاش؟ خاطر الوالي منذ تأسيس الولاية فكرة الولاية عام 56 أن جوان 56 كان الوالي ممثل الرئيس في النظام هو ممثل الرئيس ان بيتي بريزيدون ريجيونال ويتصل بهذه يتصل مع كل الوزراء ومع كل الادارات بدون استشاره وزير الداخليه بتاعه حتى وقت اللي كان طيب الميري علاش؟ خاطر وزير الداخليه الوظيفة نتاعو الأساسية هي الأمن مش التصرف وهو الوالي يدخل في الكونستركسيون يدخل في الطرقات يدخل في ليزانسوندي يدخل في الصابة باهية ولا مش باهية يدخل في كل شيء الوالي داخل في كل شيء ولهذا يكلم وزير الفلاحة ما يطلبنيش أنا باش يقول لي نكلم نجم نكلم وزير الفلاحة ولا عمل لي تقرير يقول لي قل بربي الوزير الفلاحة جامي كلم مباشرة وزير الفلاحة مباشرة وزير الصناعة مباشرة وزير الخارجية يطلب حتى الخارجية فهمت الولاد كانت عندهم في تونس وقت أنا كنت في الحكم الولاد كانت عندهم قوة معروفة قوة أكثر من الوزراء